الحقيقة معسكر نموذجي ومعسكر فيه كتير من التفاصيل، لأنه مبدئيا لعيبة جديدة، في فكرة أو في لمسة واضحة إن هي جديدة، في أفكار جديدة داخل الفريق، الفريق بيستعد لمرحلة لموسم الحقيقة مضغوط جدا وفيه ارتباطات كتير. عشان كده كان لازما من عين فاحصة ومدققة على تقييم هذا المعسكر في مستهل هذا الموسم المضغوط. معنا من فيينا الصديق العزيز والناقد الرياضي ورئيس القناة مع بعض الصديق إيهاب الخطيب. مساء الفل يا كابتن إيهاب. مساء الفل عليك يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للمهندس عادل القيعي، وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. يا بوب، لا يفتى هو مالك في المدينة، فيعني وحشنا يا باشمهندس. وطبعا سامع كلام الأستاذ إبراهيم وسامع كلام حضرتك، ما فيش شك ان احنا في معسكر نموذجي بمعنى الكلمه، وفقا من اختيار المكان للتنظيم الرائع جدا. وانا عايز استغل المداخله دي علشان برضو اشكر اثنين المنظمين اللي عاملين حاجه محترمه جدا، سواء كان الاستاذ عمرو او هشام مرزوق، الاثنين عاملين حاجه محترمه جدا طريق بالنادي الاهلي. كل حاجه متوفره هنا في المعسكر، من ناحيه الهدوء، من ناحيه الطبيه، من ناحيه النفسيه، كل حاجه ماشيه بشكل رائع جدا جدا جدا. معسكر جه في توقيته وجه في وقته، وانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد موسم اتقال عليه موسم استثنائي، لازم يكون معسكر استثنائي علشان اللي جاي في المرحله الجايه في ضغط مباريات زي ما حضرتك بتقول، وفي عدد كبير من المباريات والبطولات. ان شاء الله الفريق من خلال هذا المعسكر جاهز بشكل تام. فيينا وهي تلك المدينه الوقوره اللي يعني ما حدش كتير يتكلم عن النمسا، ولو ان كره النمساويه كره متقدمه لان امتداد لالمانيا، انما النمسا طبعا سمعنا عنها جامد من خلال فريدز والكابتن صالح واحترافيته، والان معسكر النادي الاهلي هناك. هل المدينه الوقوره دي حسستك بشيء حركي او مختلف او مشاعر او حاجه لفتت انتباهك؟ الاهلي يغير ما لم يغيره الظروف او الوقت او التاريخ او اي حاجه، بمجرد وجود النادي الاهلي في فيينا الدنيا اتقلبت راسا على عقب. راسا على عقب، وفد طبعا الجماهير المصريه والعرب وبعض الجماهير النمساويه، وطبعا على الرغم من اننا يعني ما اعلناش الاهلي مقيم فين في فيينا ولا في انهي منتجع، الا ان طبعا المصريين ما بيغلبوش طبعا، وكانوا موجودين في معظم التدريبات بمؤازرة كبيرة جدا جدا جدا. وكمان اللي بيحظى بثقة الشعب النمساوي كله هو مستر كولر، اللي كان المدير الفني المنتخب النمسا واللي عمل معاهم نتائج طيبة جدا جدا جدا، وكان في توافد كبير جدا جدا واهتمام من الصحافة النمساوية والإعلام النمساوي. لكن حضرتك عارف اللي احنا بنقفل علينا بابنا كده في معسكر، يعني اسمه معسكر مغلق.